خطأ مثل هذا مع جهاد حسين شكلان صوبها يا الله عليك يا شكلان لعبها بيده ولا بقدمه صورة مع التحية المميز الله عليك يا شكلان صورة مع التحية صورة مع التحية ترسل إلى عبد الله العواشير لأن لقطة لقطة معاها لازم تشاهدها مثل ما نشاهدها شاهدها راحت بالزاوية البعيدة هدف ثاني 2-2 2-2 على الدقيقة 24 الأهلي يتقدم رايد الغامدي تتهيأ كرته ولكن الكرة وين؟ ثاني مهاجم فريق نادي الهلال في مرمى النادي الأهلي الهدف رقم 200 وهنا كرة خطيرة النيجيري كرة ملعوبة من فريق شكلام لأحمد السيل الكرة معاه كرات برغبة للكرة السابقة وتتنفذ ركلة الزاوية مرة أخرى لكن تتشدد وتتخلص من فريق بالتعادل الإيجابي 2-2 هنا كرة خطيرة للأهلي منصور يأتي العرضية والرأسية وين يا سلام يا فريد يا شكلام برافو الزبيدي علي يحاول يمر يهيئ كرة لمن لكنها بعيدة على البصاص موجود مصعب اللحام يتابع لكن عبد الله المعيوب في الأولى على طول طويلة وأمامية ومتابعة من الزبيدي لكن راسية من سلطان بعيدة ولكن الزبيدي حاضر تأتي العرضية للأهلي راسية فريد شكلان في الأولى وسهيل بالثاني حارس المرمى يخطئ فيها وبالتالي ممكن يستفيد منها فريق نجران ويسجل كرة اللعب مرة أخرى الاتفاق يقشر عن النيابة الاتفاق يبحث عن بابا ويكو لكن الكرة عادة الآن هجمة لمصلحة الاتفاق تلعب وتبعد عالية تعود مرتين كرة وصلت إلى البرازيلي داني من جانب الاتفاق في تمريرة بعيدة جدا تصل الآن لدفاعات نجران عند عوض اليد دوري المحترفين اللي صعد له الاتفاق من 2007 وهذه عرضية تلعب لكنها تبعد من فريق شكلان في تمريرة لم تكتمل تعود مرة أخرى تبحث عن بابا ويقول لكن الكرة عادت الى الفترات كره ملعوبه الان عبد العزيز الجبريل للرائد كره عرضيه للجبريل راسيه من فريد شكلام الجزائري في قنوات السعوديه الرياضيه حسين الحضري يلعب الكره العاليه تاتي باتجاه المرمى ابعاد راسي من اللاعب ماضي وصل الى نصف نهائي دوري ابطال الخليج كره ملعوبه الان عرضيه فريد شكلام وبالمناسبه الرائد بوعبيد في اليسار للحضري يلعب كره عرضيه محمد الشبراني ممكن ولكن كره الانديه افتكاك كره فيها خطوره للاهلي عرضيه لكن وين يعني يا سلام يا معقد بيلا ماسورو خطره للاهلي خطيره تتهيا بصاص تتشتت على طول من حصل عبد العزيز مرزوق الكره معاه لكن قطع على طول عماد يعدي لكن فريق شكلام التغطيه حاضره كره من 10 دقائق وحتى الآن نجران متقدم بهدف مقابل لا شيء مع أداء غير خرج متعب النجراني إذن في الجهة اليسرى مركز بمركز وإن كان نجراني صاحب قدم يمنى لمورينو أمامية للرائد فيصل درويش دخول على نصيب الأسد من خلال 7 انتصارات بينما انتصارين لنجران والثلاثة الماضية الكرة تصل إلى بابا ويكو يمرر إلى إسلام سراج وتدخل ممتاز من فريق شكلان